السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليها لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له، بإذن الله اللي هيتابعني هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا ومن العرض الثقيلة تجمع بين منتخبي فرنسا وبولندا ضمن مواجهات دور الستاشر من مونديال 2022، وصعد المنتخب الفرنسي إلى دور الستاشر كأول المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، أما منتخب بولندا صعد إلى دور الستاشر كتاني المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط. تقام المباراة بين المنتخبين يوم الأحد الموافق 14/2022 في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 7 مساء بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال القنوات الآتية. بالنسبة للنايل سات موجود على قنوات بين سبورت وقنوات الكاس على ترددات الزهرة أمام حضراتكم في الفيديو، كما ظهرت قناة الهواء على الموقع المدارة 53 درجة شرقة على تردد 12508 معدل الترميز 1100 والقطبية في أو فيرتيكال أو راسي، أو عبر القنوات الموجودة على قمر آموس موقع 5 درجة غرب والترددات أمام حضراتكم في الفيديو، أو من خلال قمر أسطرة موقع 5 درجة شرقة على تردد 12130 معدل الترميز 27500 والقطبية في أو فيرتيكال أو راسي، كما ظهرت قناة بريشيان اتش دي أو سبورتا فايف على قمر يوتلسات 7 شرق والتردد أمام حضراتكم، وأيضا من خلال قنوات أورت بي وأرت وان على تردد 11900 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو من خلال باقة زد دي اف على قمر أسطرة 19 شرق على تردد 11957 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي. وعلى نفس القمر ظهرت قناة كان على تردد 11627 معدل الترميز 22000 والقطبية في او فيرتيكال او راسي. اهم قنوات معانا اللي هي تي ار تي وتي ار تي سبورت على 42 درجة شرق من خلال الترددات اللي ظهر امام حضراتكم ايضا في الصورة، او عبر قناة اي تي ان الموجودة على قمر ياهسات موقع 52 درجة شرق على تردد 12015 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي، او عبر قنوات ارف زيتش الموجودة على قمر انتلسات موقع 62 درجة شرق والتردد امام حضراتكم في الصورة. ولكل محبي وعشاق دي ار ان راديو على النايل سات على تردد 11843 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش او هوريزنتال او افقي. وبكده كله يقدر يستمتع بالمباراة القوية اللي هتجمع بين منتخبي فرنسا وبولندا ضمن مواجهات مونديال 2022. ولو عجبك الفيديو وحابب تتابع معايا كل أحداث المونديال، اضغط لايك واشترك في القناة، وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع أطيب تمنيات الجميع بمشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.